مشاهدينا، لم ترى فلسطين يوما ولم تطأ أرضها، لكنها تحملها في قلبها وفي أحلامها، تمسك بريشتها وتنقل هذا الحنين بألوان ولوحات ترسم فلسطين بقراها وشوارعها وناسها. نستقبل الفنانة التشكيلية الفلسطينية خديجة خليل. صباح النور خديجة. صباح الفل. كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. الحلو كتير الثوب الفلسطيني اللي لبستي، هيدا من أي منطقة؟ هو بيشمل فلسطين كلها، لأنه هو فيه هيك كمان طراز معين يختلف باختلاف المناطق طبعا، لكن الثوب الفلسطيني هو مشهور. هو واحد. بداية، كيف ابتديتي بموهبة الرسم وكيف نميتيها؟ بلشت رسم من أنا وصغيرة، بعدين شوي شوي صرت أول ما وعيت هيك شوي صغيرة بلشت أرسم للمدرسة، لأولاد أخواتي، لأولاد الجيران، صاروا يعرفوني أنه أنا برسم للمدرسة يعني. بعد فترة تقريبا من شي سنة بلشت بالبيت أرسم وأعرضن على الواتساب، فيسبوك، إنستا، شوي شوي. فأنا صاروا الكل يشجعني، أهلي يشجعوني، أخواتي يشجعوني، الكل يشجعني. وبعد هيك فقررت انه انا اشوف حدا يعلمني. ففي حدا، شخص قريب مني، خبرني عن الاستاذ اسامه زيدان. نعم. ورحت لعنده بنفس اليوم وتشجعت كثير وعلمني اشياء كثير، اصول الرسم، الاساسات، كل شيء. والحمد لله بفتره قصيره قدرت اوصل للي انا فيه. لانه هيدا شغفك اكيد، يعني يمكن ربيتي على هالشغف، ربيتي على حب يمكن الصور اللي براسك. نحن كمان معنا مجموعه من اللوحات لك، يعني خديجه بترسم الحب، بترسم الناس، بترسم المراه، بترسم ايضا الوطن. كيف بتعكسي هالامور اللي بتحبيها من خلال لوحاتك؟ اكيد بعكسها بطريقه ايجابيه، بطريقه حلوه تقدر توصل للعالم ولكل من شاف لوحاتي، تقدر توصلن بطريقه حلوه وسلسه. طبعا لما بدي ارسم عن فلسطين، مثلا حدث صار، ما حدث ما، مثلا جندي اسرائيلي شال، نقول شجره الزيتون، فهي بتعمل حدث، بتذكر، بتحكي العالم عنها. فانا هذا الحدث انا باخذها فكره وبرسمها بلوحتي الخاصه بطريقتي انا، فالحدث بده يروح، كل ما يشوفها او يتذكرها بقول هذا الحدث صار بفلسطين. وثقتيها من خلال ريشتك. أكيد. خديجه، يعني كمان هون سؤالي انه كيف عبرتي بلوحاتك الى فلسطين، الى الشوارع، الى الازقه، الى الاحياء هالمدينه، يمكن يعني مدينتك اللي ما شفتيها؟ اكيد احنا الشعب الوحيد اللي ما عشنا بفلسطين، بس فلسطين عاشت فينا. احنا ما يعني ما قادرين، احنا ما قادرين نوصل لفلسطين، بس احنا قادرين نوصل. احنا مثل ما احنا عايشين بلبنان وبنحب مناطقها وبنحب شوارعها، اكيد كمان احنا بنحب فلسطين. احنا فلسطين عايشه فينا، ودائما احنا بنشوف صورها على التلفزيون، على الانترنت، وهيك بناخذ افكار. ودائما بنشوف، بفوت على اليوتيوب والصور والجوجل، بشوف، بمشي بشوارع فلسطين، بشوف الصور، بحطها بذاكرتي. بقدر مثلا الحي الشيخ جراح، مثل سور عكا، مثل بحر غزة، هاي كلها. انت من اي منطقة من فلسطين؟ انا من الشيخ داود، قضاء عكا. قضاء عكا، يعني هي محفورة أكيد بقلبنا، ومجربنا تشوفي يمكن هالصور تعبري عنهم بطريقتك. أكيد طبعاً أكيد. طيب خلينا نحكي عن هالصورة اللي عم نشوفها أمامنا على الشاشة. هاي الصورة بتعبر أنه بكل نقطة من دم الشهداء هي حمامة رفرف إلى السماء، إلى القدس، مسجد الأقصى، مسجد الأقصى، والعالم الفلسطيني، وأيضا الحمام. بالنسبة لك شو أهمية الفنون بأشكالها لتوصل قضية معينة خديجة؟ أهميتها كثير كبيرة، مثل ما الأغاني الثورية، مثل المسرح، مثل الشعر، هول بيأثروا بطريقة إيجابية وحلوة للشعب.
كمان نفس الشيء الرسم، لازم نضل نذكر بسيرة الرسم انه فلسطين لإلنا، فلسطين انه ما نتخلى عن قضيتنا. الرسم كتير مهم، ومثل ما انا تعلمت من استاذ اسامة واستاذ اسامة تعلم من اللي اكبر منه، بإذن الله انا راح اكمل المسيرة وامشي بنهج الاستاذ اسامه ان شاء الله، واعلم اطفال واجيال ان شاء الله. اكيد نوجه له تحيه اكيد للاستاذ اسامه. أكيد. خبرينا عن بعض اللوحات اللي عم نشوفهم معنا بالاستوديو. شفنا اول لوحه عم ترسمي المراه، عم ترسمي المناضله الفلسطينيه اكيد، وهون كمان الثوب الفلسطيني، السيده الفلسطينيه، و حمامة الحمامة السلام. عندك خريطة فلسطين والقناع المرأة. كمان المرأة إذا مثل ما عم نشوف حاضرة، والطبيعة أيضا. هون البحر كمان اللي عم نشوف اللوحة اللي على كمان أي بحر هيدا؟ هي لوحة عالمية. أنا بصراحة أخذت الفكرة وحبيتها كتير، وأنا كتير بميل لهاي القصص، للبحر، للسماء، كثير هي انا بملها فبحب ارسمها. انت خديجه اليوم لاجئه فلسطينيه في مخيم عين الحلوه في لبنان، ما هي احلامك؟ ما هو طموحك الفني اليوم؟ احلامي يكون لي مرسمي الخاص، واقدر اعمل من خلاله اكبر اكثر شوي، واعمل معارض. واما طموحي فهي انه اقدر ارسم فلسطين ببلدي، اقدر اوصل فكره انه الرسم شغله كثير حلوه وهي حياه. ان شاء الله اكيد نحن نتمنى لك التوفيق ان شاء الله بكل خطوه بتقومي فيها. شكرا لك الفنانه التشكيليه خديجه خليل، اهلا وسهلا فيك معنا بصباح النور.